المكان في الأصل كان أكبر منطقة تجمع للقمامة أو المخلفات في منطقة القاهرة، في منطقة حدائق القبة بالتحديد، وقدرنا إن احنا ناخد المكان ونشيل منه 140 كونتينر زبالة. دخلنا المكان يوم 1/3/2016، انتهينا من العمل يوم 1/6، يعني قعدنا 3 شهور يعني 90 يوم بفضل ربنا سبحانه وتعالى وفريق عمل متطوع، حوالي 35 فريق عمل متطوع مهمته ان هو يقدر يرفع وينظف، وفي الاخر زي ما حضراتكم شايفين اتحول مكان من مقلب كبير للقمامة الى اكبر منطقة تخدم القاهرة العاصمة وتخدم مصر كلها من المربع اللي هو مساحته فدان. عندنا حوالي 6 محطات داخل المكان. المحطة الأولى إعادة تدوير المخلفات العادية من إطارات سيارات ومن خشب ومن أزايز بلاستيك. المحطة الثانية الزراعة الهيدروبونيك وأنظمة الزراعة الحديثة. المحطة الثالثة للصوبة والنباتات الطبية والعطرية. المحطة الرابعة للمنحل وإنتاج العسل على زهرة المورينجا، ودي النباتات الطبية والعطرية وبالتالي فيها مضادات أكسدة عالية جداً، وده بينتج عسل من المكان اللي كان فيه مجمع كبير للقمام. عندنا مزرعة انتاج سمكي لقراميط السمك. عندنا مكتات صغيرة للطيور وزي الرومي والبط والحمام والماعز، دي كلها تعتبر مزار للأطفال اللي بنعلمهم فكرة الرفق بالحيوان والتعامل مع كل الطيور وخاصة الحاجات النادرة اللي في مصر اللي ما بيشوفهاش غير عندنا. عندنا هنا 6 محطات وممكن يوصلوا كمان ل8 لما بيكون النشاط على اوسع. لو في 100 طالب بنقسمهم على 6 مجاميع، ممكن كل مجموعه 15-16. في محطات بتاعتنا المنحل، تدوير مخلفات، الزراعه، في كمان تي جاردن للشاي، حابين يعملوا بريك. عندنا مشويات، ممكن نشوي ذره وممكن نشوي بطاطا، ممكن يشوي كمان فريق لو هم جايبين معاهم او هم عايزين. باجي عند الزراعه، محطه الزراعه، بنعلمهم يمسكوا ازاي ايه اللي في التربه ده بيزرعوه. بقول لهم مثلا في تربه مخصبه، بنبعد خالص عن الكيميكالز، كل حاجتنا هنا اورجانيك، لان دوت احنا هدفنا كله ان احنا كمان نعلمهم الزراعه اللي هي بدون كيماويات. نعلمهم كمان هنا في محطة السماد الفيرم كومبوست، يعملوا ازاي فيرم كومبوست طبيعي. احنا عندنا هنا في المدخل في بجع، وازاي يعرف يعمل البجع ديات من كرارة مية ماسورة، يعني الحاجات اللي هي مشبك، الحاجات اللي هي بالجبس ويعملها في ايديه. الاطفال بتخش بصراحة، حتى الشباب الكبار بيخشوا يعرفوا يعملوها ازاي. نيجي لشباب الجامعة بيتخرجوا مثلا من هندسة، يخش يشوف السيستم بيتعمل ازاي، التوصيله بتاعته، حاجات كتير قوي بيتعلموها من عندنا مش موجوده صراحه، انقرضت يعني.